مشوا علينا تقريبا الساعة 4 الصبح الفجر، صاروا بالقذايف يتولون وبالصواريخ ومش عارف ايش، بالكوت كبتر هذه جتنا بالميكروفون وصارت تتنادى علينا بالميكروفون اطلعوا اخلوا الاماكن. اول ما يطلع الا الرجال، طلعوا الرجال عريانين هزاي خلوهم يطلعوا اخذوهم، واحنا طلعونا معناش حاجة هزاي كشفين خلونا نروح على غرب غزة ماشي اجينا، احنا بنجرجي حالنا وصغارنا واطفالنا. الله